انك هلالي بس ما بعرف هل ممكن تعطي راي محايد بحمد الله؟ خلص الكلام، يعني انت لما تتحدث عن حمد الله على قولتهم بالعاميه خلص الكلام. لاعب هداف من طراز فريد ابو كرم، خلينا نقول لك اياها، ساهم بشكل فعال جدا في تحقيق البطولات الى النصر، قوه ورهبه بالنسبه للفريق النصراوي عندما يكون حمد الله موجود بدون شك انه لاعب من طراز فريد. ابو سلطان هي اشاد بحمد الله بتقول عنه متعصب ومتحيز. لا 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 لا، كل يعني ابو عبد الله مو متعصب ولا متحيز، ما قلنا الشيء هذا. ولازم يشيد ابو عبد الله، يعني حمد الله، حمد الله ما في احد ما يشيد فيه. هداف العالم يا اخي عام 19، ماكينه اهداف ما شاء الله، لاعب بصراحه انا بالنسبه لي يكفيني انه مغربي. كثر خير الله. خلينا نروح لفاصل الأخير من الإعلان وفي